15 معلومة عليك معرفتها عند التعامل مع الشرطة. ستأتي مرحلة ما من حياتك يتعين عليك فيها التعامل مع المواظفين المسؤولين عن تطبيق القانون، حتى وإن لم تخترق أي قانون. سنجيب على أكثر الأسئلة شيوعاً المتعلقة برجال الشرطة، ونطرح عليك الظروف المحتملة التي قد تواجهها معهم، بالإضافة إلى صلاحياتهم في هذه الحال. يحق لك الضغط على زر الإعجاب ولنبدأ. ماذا أفعل لو أوقفني رجال الشرطة في الشارع؟ عليك الإجابة على أسئلة تتعلق باسمك ومكان سكنك. وفور إجابتك على هذه الأسئلة اسألهم: هل يمكنني الذهاب؟ وإذا رد رجال الشرطة عليك بالإجاب، فبإمكانك المغادرة. في خلال زيارتك لدولة أخرى، احمل معك دوما صورة عن جواز سفرك أو بطاقة هويتك، وصورة عن تأشيرتك أو بطاقة السائح وكرت الفندق الذي تقيم فيه. تعامل مع الشرطة باحترام دائما، وتذكر أن لمس رجل شرطة خطوة سيئة في جميع الحالات، حتى وإن كنت فقط تحاول أن تكون لطيفا. إذا قصدتك الشرطة لطرح الأسئلة، فهذا لا يعني أنهم يعتقدون أنك قد ارتكبت جريمة، ولكن إن لم يسمحوا لك بالذهاب بعد طلبك ذلك أو قرأت عليك حقوقك، فهم يشتبهون بك لاختراق القانون. هل علي الإجابة على أسئلتهم؟ لا، من حقك الالتزام بالصمت، فلن تعاقب أبدا لرفضك الإجابة على سؤال ما. وفي جميع الأحوال، قم أولا باستشارة محاميك، وتذكر بأن القاضي وحده بإمكانه إجبارك على الإجابة عن الأسئلة في المحكمة. ما العمل إذا طلب مني مغادرة مكان عام؟ إذا طلب منك رجال الشرطة مغادرة مكان عام، فهم يشتبهون بأنك قد تكون الشخص المتسبب لاشتجار أخل بالأمن، ثمل أو مخدر، وتشكل خطرا على المحيطين بك أو على ممتلكاتهم من دون مأوى أو مختل عقليا. لن يحتاج رجال الشرطة في هذه الحالة لأي وثيقة خطية ترغمك على مغادرة الموقع، ولكن هناك بعض الاستثناءات لذلك. ليس بإمكان رجال الشرطة أن يطلبوا منك المغادرة في حال كنت محتجا على بعض المسائل السياسية أو كنت مشاركا في إضراب. ماذا لو أوقفني رجال الشرطة أثناء قيادة السيارة؟ ابق داخل السيارة والتزم بالهدوء وكن مهذبا. ضع يديك على المقود كي يتسنى لرجل الشرطة رؤيتهما طوال الوقت. إذا طلب رجل الشرطة منك رؤية وثائقك مثلا رخصة القيادة وتسجيل المركبة وبطاقة التأمين، فأظهرها له، ولكن لا تفتح النافذة بالكامل. اخرج من السيارة إذا طلب الشرطي منك ذلك، وأجب فقط عن الأسئلة المتعلقة بسبب إيقافك. إذا طرح الشرطي عليك أسئلة لا تمت لذلك بصلة، فعبر عن رفضك الإجابة عليه. لما يلمس رجال الشرطة سيارتك عند إيقافك؟ يفعل رجال الشرطة هذا لتركيب صمتهم عليها، فهذا إثبات على أنهم قد واجهوا سائقا معينا، وفي حالة الطوارئ سيكون بإمكانهم التعرف على سائق بفضل البصمات التي تركت على سيارته. تحتوي معظم سيارات الشرطة حاليا على كاميرات للمراقبة، لذا لا يحتاج رجال الشرطة إلى ترك بصماتهم بعد الآن، ولكن لا يزال البعض منهم يستمرون بالقيام بذلك لأنه من الصعب التخلي عن هذه العادة. ماذا لو تعرضت لسوء المعاملة من الشرطة؟ دون رقم شارة الشرطي واسمه أو أي معلومات تعريفية أخرى وهو ملزم بتزويدك بها. حاول العثور على شهود عيان واحصل على أسمائهم وأرقام هواتفهم. في حال تعرضك لإصابة، اطلب الرعاية الطبية والتقط صورا لإصاباتك، واحصل على نسخ لجميع الأوراق التي يمنحك إياها الطبيب. اتصل بمحام وقدم شكوى ضد الموظف المسؤول عن تطبيق القانون الذي نجم عنه سوء المعاملة. ماذا أفعل لو طلب الشرطي مني رشوة؟ يستحيل أن يطلب الشرطي نقودا منك، وفي حال تعرضك للإيقاف ستحصل على مخالفة، ولا تدفع لقاء هذه المخالفات إلا في أماكن محددة مثل إدارة المرور أو سرايا المحكمة أو عن طريق الإنترنت. إن لم تكن موافقا على الدعوة التي وجهت لك للمثول أمام القضاء، فبإمكانك الاعتراض عليها في المحكمة. إذا طلب منك أحد رجال الشرطة المال في ساحة التوقيف، فلا توافق على إعطائه إياه. عادة ما يحاول رجال الشرطة الذين يطلبون الرشوة إخفاء أشارتهم. إذا كان بوسعك رؤية معلوماتهم التعريفية، فدونها. انتبه للوحة أرقام السيارة،
فهذه المعلومات قد تساعد في تحديد هوية رجل الشرطة لاحقا. تصرف بتهذيب واحترام طوال الوقت. غادر المكان وقم بالإبلاغ عن الحادثة في وقت لاحق. ماذا أفعل لو أتى رجال الشرطة إلى منزلي؟ شق الباب واسألهم عما إذا كان بحوزتهم مذكرة تفتيش. إذا أجابوا بالنفي فلا تسمح لهم بالدخول ولا تجب على أي أسئلة قد يطرحونها. قل لست مجبرا على التحدث إليكم. إذا أثبت رجال الشرطة أن بحوزتهم مذكرة تفتيش فاطلب رؤيتها قبل فتح الباب. وإذا كنت في الخارج مسبقا فأغلق الباب وراءك واطلب منهم رؤية المذكرة. تأكد من احتواء مذكرة التفتيش على المعلومات التالية: اسمك الكامل وعنوانك وتاريخ صدورها واسم القاضي ووصف للعناصر التي يتم التفتيش عنها واسم الجهاز الذي يتولى إجراء التفتيش. تفحص المذكرة بحثا عن أي أخطاء فيها وأطلع رجال الشرطة عليها. إذا وجدت أخطاء فلا توافق على إجراء التفتيش، ولكن إياك والشجارة أو التدخل في حال قرر رجال الشرطة القيام بالتفتيش بالرغم من ذلك. اتصل بالمحامي الخاص بك بأسرع وقت ممكن. اسألهم عما إذا كان بإمكانك مراقبة التفتيش، وإذا سمح لك بذلك ابق متيقظا. دون أي معلومات تعريفية متاحة: الأسماء وأرقام الشارات ولوحات السيارات واسم الجهاز. وتحقق ما إذا كان رجال الشرطة جميعهم من الجهاز ذاته، وتأكد ما إن تمت مصادرة أي غرض. عثر على أحد ما ليكون شاهدك على إجراء التفتيش. هل بإمكان رجال الشرطة تفتيشي أو تفتيش منزلي أو سيارتي أو حقيبتي؟ ليس قبل أن تعطيهم الإذن بذلك. إن لم تشأ أن يفتشوا ممتلكاتك فردد بصوت مسموع: أنا لا أوافق. بوسعهم القيام بذلك إن كان بحوزتهم مذكرة تفتيش أو سببا وجيها للاعتقاد بأنك متورط في جريمة، أو أن لديك في حقيبتك أو سيارتك أو ممتلكاتك الأخرى دليل على جريمة ما. هل يتوجب علي إظهار وثائق الهجرة خاصة لرجال الشرطة؟ احمل دائما وثائق الهجرة الخاصة بك طيلة الوقت، ويعتمد نوع الوثيقة التي تحتاج أن تحتفظ بها على وضعك كمهاجر. سيتم القبض عليك إن لم يكن لديك وثائق هجرة صالحة. احتفظ بنسخة عن وثائقك في مكان آمن وقدم طلبا على الفور في حال فقدانها أو في حال كانت صلاحيتها على وشك الانتهاء. إذا كنت أدخل بلدا بأوراق سفر قانونية، فهل بإمكان الموظفين المسؤولين عن تطبيق القانون إيقافي وتفتيشي؟ يحق لموظف الجمارك إيقاف وتوقيف وتفتيش أي شخص أو غرض يدخل إلى الدولة. لموظف إدارة أمن النقل سلطة بإيقافك وتفتيشك أو تفتيش أمتعتك، ولكن لا يمكن أن يتم اختيارك للتفتيش الشخصي استنادا فقط على جنسيتك أو عرقك أو جنسك أو ديانتك أو أصلك العرقي. هل بإمكان أمن المطار تفتيش ملفات جهاز الحاسوب النقال الخاصة؟ أجل بإمكانهم ذلك، حتى وأنه يسمح لهم بنسخ المعلومات الواردة في الملفات. إن تم اختيارك لتفتيش جهاز الحاسوب النقال خاصتك فقم بتدوين اسم الشخص الذي سيجري التفتيش. بإمكانك تقديم شكوى أمام إدارة أمن النقل لمعرفة سبب التفتيش. ماذا لو تم اختياري للخضوع للتفتيش العاري؟ هذا ليس تدبيرا عاديا، وإن حدث ذلك معك فهو يعني أن لرجال الشرطة أسباب معقولة للاشتباه بك، ويتعين عليهم أخذك إلى مكان مغلق لتفتيشك شرط أن تكون أنت وضابط التفتيش من الجنس ذاته. ماذا لو شهدت على جريمة؟ احمي نفسك واركض لطلب النجدة واختبئ وافعل ما بوسعك للبقاء بعيدا عن الخطر. تحقق ما إذا كان هناك أحد بحاجة للمساعدة، واتصل بالطوارئ لتبلغ عن الجريمة ولإحضار الرعاية الطبية والمكلفين بتنفيذ القانون إلى موقع الجريمة. تجنب لمس أو تحريك أي شيء، فقد يدمر ذلك أو يلوث أدلة سريعة الزوال. ركز على ما يجري من حولك، انتبه للأشخاص وأنواع المركبات ولأرقام اللوحات أو أي تفاصيل مميزة أخرى. التقط صورا أو قم بتصوير مقطع فيديو. عند وصول الشرطة اشرح لهم ما قد شاهدته وأجب عن جميع أسئلتهم بكل صدق. ليس بإمكان رجال الشرطة إجبار أي أحد على الإدلاء ببيان، ولكن قد تحصل على مذكرة استدعاء وهي وثيقة تقتضي على الشاهد بالحضور إلى المحكمة. ماذا أفعل إذا احتجت لمساعدة الشرطة؟ في الحالات الطارئة اتصل على رقم الطوارئ المخصص وتأكد من الاحتفاظ به لديك في قائمة جهاز الاتصال.
لم تكن معرضا لخطر حقيقي وفوري فعليك الاتصال بأقرب قسم للشرطة. من الجيد أيضا الاحتفاظ بأرقامهم في هاتفك. تذكر إذن عند التعامل مع الموظفين المسؤولين عن تطبيق القانون أن تلتزم بالهدوء والتهذيب طوال الوقت، وإياك والشجار أو لمس أحد أفراد الشرطة. وإن لم توافق على أمر ما عبر عن ذلك دوما بشكل واضح. هل سبق لك أن تعاملت مع أي من هذه المواقف؟ اكتب عن تجربتك في التعليقات وشارك هذا الفيديو مع أصدقائك لتبقيهم في الجانب الآمن، واشترك بقناتنا إن لم تفعل ذلك حتى الآن.